الوجدان والعاطفة الجزائرية حيال القضية الفلسطينية يعني قضية مقدسة، حتى أن الجزائري لا يقول أنه يتضامن مع الفلسطينيين، أنه يؤيد الحق الفلسطيني أبدا. هذه ليست المصطلحات التي نستخدمها في الجزائر. نحن في الجزائر نعتبر أن تحرير الجزائر، تحرير فلسطين مساوي تماما من حيث الأهمية لتحرير الجزائر. نعتبر أن حرمة وواجب تحرير بيت المقدس هو على كاهل كل جزائري مثل واجب تحرير المسجد، مسجد الحي الذي يصلي فيه. فبالتالي الأمور هذه لم تفاجئنا كثيرا. القوة الرائدة بالنسبة للأجانب أو الفرنسيين من أصول أجنبية هي طبعا قصبوا السبق فيها الجزائريين. زد على ذلك أنه تقريبا خليني أقول لك أنه جمهور مارسيليا، جمهور أولمبيك مارسيليا يعني حوالي أكثر من 80% منه جزائريين. جمهور باريس سان جيرمان يعني على ما كانت حسب الإحصائيات القديمة حوالي نصه جزائريين.